السلام عليكم طلاب، عنوان محاضرتنا لهذا الأسبوع هو Physics of the Lung and Breathing. We breathe 6 liters of air per minute. This is also about the volume of blood the heart pump each minute. طبعا طلاب، كمية الهواء اللي نستنشقها أو تدخل إلى خلال عملية البريثنج هي 6 لتر من الهواء. هاي الكمية تكافئ كمية الدم البلود اللي تضخ each minute، تضخ كل دقيقة. وكذلك عندنا عملية البريثنج بالنسبة للمن تختلف عن عملية البريثنج بالنسبة للومن، وكذلك بالنسبة للإنفانتس المولود الجديد، حيث يكون البريثنج للمان 12 مرة بالدقيقة، بالنسبة للمومن 20 مرة بالدقيقة، أما بالنسبة للإنفانتس فهي 60 مرة بالدقيقة. فيما يخص مكونات الهواء اللي نستنشقها واللي نطرحها بعملية الزفير، في الهواء بعملية الإنسباير يتكون من 80% من النيتروجين و 20% من الأكسجين. أما لكن الهواء اللي نطرحه بعملية الإكسباير هو 80% من النيتروجين مع 16% من الأكسجين، وبالإضافة إلى 4% من CO2. The lungs have large convoluted shape with surface area about 80 متر سكوير. هنا ال surface area لل lung هو 80 متر مربع. طبعا هذا حجم جدا كبير حتى يستوعب عملية التبادل الغازي الحاصل داخل الرئة. الآن راح ننتقل إلى موضوع وهو the airways، المجرى الهوائي أو مجرى الهواء. The air passes through windy bay trachea. Each bronchus divided multiply times about 15 times until it reach to sac like structure called alveoli of 0.2 millimeter diameter and 0.4 micrometer wall thickness. هنا راح يمر الهواء عبر التريكيا أي القصبة الهوائية، واللي تتفرع إلى فرعين حتى تشكل لنا القصبتين الهوائيتين اليمنى واليسرى. بعد ذلك راح تنقسم أو تتفرع إلى فروع أخرى لتشكل بالأخير ما يعرف بالألفيولاي اللي قلنا هي الحويصلات الهوائية. وقطر الحويصلة هو 0.2 ملمتر، والثيكنس إلها 0.4 مايكرومتر. طبعا كل كابيلاري أو عفوا كل الألفيولاي راح يكون محاط مجموعة من الإبلود كابيلاري اللي هي شعيرات الدموية، يعني الألفيولاي الحويصلة الهوائية تحتوي على بنهايتها على الشعيرات الدموية البلود كابيلاري حتى تسمح بعملية التبادل الغازي. طبعا الأكسجين هنا راح ينتقل من الحويصلة إلى كريات الدم الحمراء، كريات الدم الحمراء اللي رمزها RBC. وكذلك بالنسبة لل CO2 فراح ينتقل من البلاد إلى الحويصلة الهوائية. هنا عندنا حالات قد تحدث وتعيق عملية التنفس، اللي هي منها أولاً large chunks removed by cough، أي يمكن التخلص من large chunks بواسطة الكف أي السعال. ثانياً عندنا small particle. بالنسبة للsmall particle فراح تحملها الملايين من الشعيرات الصغيرة أو الأهداب اللي هي تسمى السيليا، اللي تكون لها حركة تشبه حركة الموجة. هنا each cilia vibrates about 1000 time a minute. 1000 time a minute.
كل سيليا راح تهتز 1000 مرة في الدقيقة، يعني بهذا الاهتزاز راح تتحرك بمعدل 1 إلى 2 سنتيمتر لكل منت أو 1 ميل لكل أسبوع. إذن بهذه سرعة الاهتزاز الكبيرة جدا للسيليا اللي هي 1000 مرة بالدقيقة، فإن هذه الأحداب راح تحمل small particle حتى تخرجها إلى خارج المجرى التنفسي. أي يتم إزالة جزيئات الغبار من القصبات الهوائية إلى الحلق الثروت حتى يتم إخراجها أو ابتلاعها. إذن السيليا تعمل هنا كنظام سكليتر أي كمصعد كهربائي. ننتقل إلى موضوع آخر هو how blood and lungs interact. About 1 liter of blood supply the lungs, but only 70 ml is in the capillaries of the lung getting out. تقريبا 1 لتر من الدم الموجود داخل اللانجز، ولكن فقط 70 ملي مل من البلاد تكون موجودة في الكابيلاريز أي الشعيرات الدموية اللي راح يحصل بها التبادل الغازي. طبعا المقصود هنا أنه من مقدار 1 لتر من الدم فقط 70 مل سيحصل على الأكسجين. عملية الترانسفير للأوتو والسي أو تو into and out of blood is controlled by the low diffused أو diffusion اللي يحكمها القانون الانتشار. Molecules diffuse from a region of higher concentration to lower concentration. أي أن عملية الانتشار diffusion للجزيئات يكون من المنطقة ذات التركيز العالي إلى المنطقة ذات التركيز المنخفض إلى أن تتساوى المنطقتين بالتركيز، أي يكون تركيز الجزيئات متساوي في كل المناطق. A molecule of O2 diffused faster than CO2 because of its small mass. المقصود هنا أن عملية الانتقال أو عملية الانتشار للأكسجين الO2 تكون أسرع من عملية الانتقال للCO2. السبب في ذلك smaller mass أي الكتلة الصغيرة للأكسجين مقارنة مع كتلة الCO2. The lungs are not impeded during expiration during normal breath. The lungs retain about 30% of their volume at the end of each expiration. الرئة عادة بالتنفس الطبيعي normal breathing لا يتم إفراغها تماما من الهواء أثناء expiration أي الزفير، ولكن تحتفظ الرئتين بحوالي 30% من الهواء في نهاية كل عملية زفير.